اليوم رح نحكي عن عملية شفط دهون أو النحت بالدقة العالية، يعني هي اسمها High Definition Liposuction. هالعملية بتنعمل عند الرجال أو عند النسوين اللي عندهم دهن بمنطقة بسبرها Stubborn Fat، يعني دهن ما بينراح بسهولة حتى بسبار أو بالدايت. هالعملية بتنعمل بالمستشفى بنجعام، تاخد ساعة لثلاث ساعات حسب كل مريض. بتكون عادة جمع رياحة بالبيت، شهر رياحة عن سبار أو عن الرياضة، وست شهور تشوف النتيجة النهائية.